في أرضية هذا الميدان. شوط الرابع عشر، شوط الختام، شوط الختام مشاهدينا متابعينا الكرام. تتواصل فيه الأبكار، الإذاع، المهجنات، الأصايل بشعارات مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. نسير مع المركز الأول، نتقدم مع المركز الأول، وهذه الصميمة اللي تتقدم على المركز الأول وتقود مساري هذا الشوط. تعود ملكي لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، يضمرها ماجد بن حلفان المري، يتقدم مع هذا الشعار بالإنجازات. المركز الثاني، ثاني المراكز من الجانب الثاني لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وتقدمت في هذه اللحظات وتواجدت اللي هي صواب وأحمد بن سعيد أو سالم سعيد بن منان المتحدي، يتقدم مع التضمير في هذا الانطلاق. بينما المركز الثالثة اللي تدخلت مشاهدي الأعزاء في المركز الثالث وتواجدت بانطلاقة وبأثارة وبحماس وبتحدي جميل في هذا الانطلاق والاندفاع، تواجدت في هذه اللحظات. أفراح تتقدم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم على المركز الثالث، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. هناك مشاهدي الأعزاء أشواق لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. محمد بن عبد الله بن حميدان يتقدم في التضمير. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، هذه هجن العاصفة الشاهينية، يضمرها غياث الهلالية. والمركز السادس، ناخذ المركز السابع ونشوف الدخول هنا. تدخلت في هذه اللحظات وتواجدت مبلشة تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، يضمرها راشد بن حمد بن حلفان المري في المركز السابع. المركز الثامن والتاسع والعاشر، هجن العاصفة وشواهينها وغياث الهلالي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، في شوط الختام. ولكن شوط جميل، شوط جميل يحمل أسماء صالت وجالت العام وقدمت الإنجازات في سن اللقايا أو قبل ذلك في سن الحقائق. يعني انطلقت في هذا الموسم في سن الإذاع، في سن الإبداع، في هذه الانطلاقات. ونعود إلى الشعار الأخضر، نعود إلى المركز الأول وهذه الصميمة اللي تأتي في المركز الأول. تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، يضمرها مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هو مايد بن محمد بن حلفان المري. تسيطر على الأبكار وتتقدمهن وتتسيدهن وتقودهن بجدارة وبانطلاق جميلة تليها في المركز الثاني وتلاحقها مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه تقدمت الشايبة أو الشبابية، هذه الشبابية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن سالم بن بخية اللي انطلقت على المركز الثاني. أما المركز الثالث هذه مبلشة تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وراشد بن حلفان المري اللي ينطلق مع هذه التحديات والأثارة الحاضرة في هذا الانطلاق. المركز الرابع، رابع المراكز، وهذه صواب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها سالم بن سعيد بن منانة. تتقدم ولا وصلا شواهين العاصفة جميعا، وصلا ما شاء الله الشاهينية على المركز الرابع في هذه اللحظات. على المركز الرابع لهجن العاصفة في غياث الهلال يضمرها. المركز الخامس الشاهينية أيضا من هجن العاصفة، والمركز السادس
السابع الشاهينيه والشاهينيه من هجر العاصفه يقودهن غياث الهلالي في شوط الختام في شوط الاندفاع في تحديات هذا الصباح في ستل الستار على سن الاذاعه في فترتنا الصباح في هذا الصباح الذي تنطلق فيه هذه التحديات او ستل الستار على الاذاعه واللقايه اللي هجن اصحاب السمو الشيوخ في هذا الاسبوع بهذا الشوط في ختام هذا الشوط وعوده عندك يا بن بخيت يا بن بخيت ما شاء الله مشاركه فعاله جميله جهود من هذا الشاب لينطلق مع شعار سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم وراشد بن سالم بن بخيت يتقدم على المركز الاول المركز الثاني يا سلام يا بن حلفان بن حلفان وهجن العاصفه هجن العاصفه الشاهينيه وصلت غيرت على المركز الثاني وغياث الهلالي يضمر هجن العاصفه المركز الثالث الصميمه تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد السعود وهذا مايد بن حلفان المري اللي يضمرها ويتابعها بدقه وبمشاركات ولكن الله الشبابيه الشبابيه سلاله اسد الميادين بنت الشبابي بنت الشبابي ما تغابي يا سلام يا سلام شوف الشبابيه اللي انطلقت الله يا الشبابي الله ويا ذكرياتك يا الشبابي يا انجازاتك يا الشبابي شوف انتاجك يا الشبابي هذا موقع الشبابي وهذا موقع ابوها وهذه بنت الشبابي وشكرا يا بن بخيت على المحافظه على بنت الشبابي هذه تنطلق تهانينا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم على فوز الشبابيه وعلى فوز بنت الشبابي في هذا الشوط وبدون اوامر وشكرا راشد بن سالم بن بخيت على هذا الاداء اللي تقدمه بنت الشبابي وتختم اشواطنا في صباحي هذا اليوم تهانينا والناموس على هذا الفوز بالمركز الاول لحظات وصولها الى خط النهايه المركز الثاني من وصلت في الصميمه لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود المركز الثالث والرابع من هجن العاصفه والمركز الخامس ايضا من هجن العاصفه او هناك تدخلت ايضا صواب 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 لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم بن منانه ونعود الى التوقيت الزمني في شوط الختام في هذا الصباح الجميل والشيق 7 دقائق و43 ثانية واربع اجزاء من الثانية تهانينا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم على فوز الشبابية وشكرا راشد بن سالم بن بخيت بينما المركز الثاني 7 دقائق 46 ثانية 8 اجزاء من الثانية هذه الصميمة لتعود ملكيتها تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود مايد بن محمد بن حلفان المري الثالثه 7 دقائق و48 ثانية جزء واحد من الثانيه تهانينا لهجن العاصفه والتهنئه لغياث الهلالي هكذا نكون ختمنا اشواطنا في صباح هذا اليوم تبقى ملخص هذا الصباح لاشواط هذا الصباح مع زميلي واخي حمد الضبيب الشامسي.